Les islamistes ont tenté de l'assassiner. Il a survécu, mais il a perdu ses deux jambes. الحين وانا بتعفل هو كانت يعني ايش في طلقة الاعدام الاخير اللي هي في الراس ما رضيش اتحرك من مرة فاجى واحد قال له يا رجل اتق الله مات شو بدك فيه قال له ما جهنم ان شاء الله Et à l'époque, c'est un soldat de l'État hébreu qui l'avait sauvé. هي هنا وهي عمليته هون. صارت من هو طبعا اجت الرصاصة بالعظم عدل. هو قاعد ما رضيش يتحرك. هو يهود. اجوا هجموا لقيته فيه خشش وهذا طلعوا كريشه هالقد مورينا الطباع انا فكرت انهم بيكسروا لي فيها فاجى اليهودي حط كريشه هان ولفلفها واسعفني اسعفني انا مصور عندهم ما جدًا كنت ناكل قبلهم ست اطلاق كنت ناكل بتمرن ست اطباق اليهود اسحفوني العرب كملوا عليه تمرين طلق